اللهم سهل بسم الله نحاول إن شاء الله نضبط الدرس المصطلح بعشرين دقيقة. طيب مناسب عشرين دقيقة تمام؟ ها؟ عشرين دقيقة مناسب يعني عشان لا نطول ولا نقص من عشرين دقيقة. تفضل بسم الله. اشرع الليلة في الكتاب إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى هو الإمام السخاوي رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال شيخنا شيخ الإسلام أوحد العلماء الأعلام خاتمة الحفاظ بلا نزاع والمنفرد في سائر الأقطار بالإجماع. مثل هذا الكلام مثل هذا الكلام إنما يكون من النسخ يكون من الناسخ الذي ينسخ الكتاب يذكر مثل هذا الكلام سواء كان تلميذا للمؤلف أو كان ممن يأتي بعده فيذكر مثل هذا الكلام أوحد العلماء الأعلام خاتمة الحفاظ بلا نزاع المنفرد في سائر الأقطار الإجماع. وإلا لو سمعه العالم صاحب الكتاب لما أقره. ومثل هذا عندما تجد يعني في أول الموقف للذهبي عمدة المفتين وآخر المجتهدين ومثل هذا عندما تجد يعني قال شيخ الإسلام قدوة الأنام ومفتي أهل الإسلام وغير ذلك مثل هذا يعني كما سمعت إنما يكون من أنسخ من النساخ الذين ينصفون الكتب أحيانا يكون بعد موت المؤلف يكون بعد موت المؤلف فيأتي مثل هذا الكلام. نعم. شمس الدين هذه الألقاب المضافة إلى الدين شمس الدين ومثل ما تقدم عن الدرس الماضي سراج الدين ونور الدين ونحو ذلك ما حكم هذه الألقاب نقول الخلاصة في الألقاب المضافة إلى الدين سواء كانت للعلماء أو للملوك والسلاطين على النحو التالي. أولا هذا من محدثات القرون المتأخرة ومن واردات الأعاجم على العرب والمسلمين فلا وجود لها في القرون المفضلة يعني نأتي القرون المفضلة هل يمكن أن تجد أن أحد الصحابة أو التابعين أو التابعين تلقب به شمس الدين أو بنور الدين أو بسراج الدين أو بسيف الدين أو نحو ذلك هذا لم يوجد إطلاقا. الأمر الثاني مثل كله كذلك كله يعني في القرون المتأخرة وهو من واردات الأعاجم. لا بس الأمر الثاني حرمة تلقيب الكافر والفاسق والماجن والمبتدع بذلك يعني فما يجوز كافر ونسميه شمس الدين ولا نسميه يعني سراج الدين كيف يكون ذلك وكذا الفاسق لا يجوز وكذا أيضا من الماجن الماجن تعرفون الماجن المغني الماجن يعني هو الذي لا يبالي بما يصنع الذي لا يبالي بما يقع منه هذا يقال له ماجن الماجن هو الذي لا يبالي بما يقع منه
والمبتدع ثم يرقب بهذه الألقاب. هذا ما حكم الآن التعليم. أيوة. الأمر الثالث، الأمر الثالث فيما عدا ذلك خلاف بين أهل العلم، فيما عدا ذلك خلاف بين أهل العلم في الحرمة والكراهة والجواز، خلاف بين أهل العلم في الحرمة والكراهة والجواز. ها؟ لا هذا لقب، لا اسم ولا كنية. ما يصح. لأن هذا الأصل أنه جاء في باب الألقاب. فلاحظوا الآن نقول إيش النقطة الثالثة، فيما عدا ذلك خلاف بين العلم في الحرمة والكراهة والجواز، والأكثر على كراهته، والأكثر على كراهته، أكثر العلم على أنه يكره. واضح المسألة؟ إذن الأصل فيها أنها محدثة واردة على لم تعرف في القرون الثلاثة المفضلة. الأمر الثاني أنه يحرم تلقيب الكافر والفاسق والماجن والمبتدع بهذه الألقاب. بقي ماذا؟ ما عدا ذلك كملوك أهل الإسلام والعلماء منهم، هل يجوز تلقيبهم بهذه الألقاب؟ خلاف. من العلم من ذهب إلى الحرمة، ومن من ذهب إلى الكرامة، ومن من ذهب إلى الجواز، وأكثرهم على الكرامة. انظر معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد، وذكر مراجع كثيرة يمكن أن ترجع إليها وتقرأ كلام أهل العلم في هذه المسألة. لا هم تعرف يعني الأصل أنه أتى من هناك، أتى من ألمانيا، أتى من ألمانيا. أه؟ لقب. لا لا أه؟ يعني ربما لقب من هناك، يعني لا يبعد أن يكون لقب من هناك، لأن أباه كان من عاليا بالمذهب الحنفي، أي فما يبعد أن يكون لقبه بها. قلت لك يعني ضرب شيخ الإسلام معه كلام حول هذا ولقب تقييدي حتى في زمان، يعني كان لقب يعني ابن القيم أيضا شمس الدين الذهبي شمس الدين الخلاف 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 الحاصل يعني أين. طيب ها مثل 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 هذا كلها ألقاب حاد. قال شمس الدين أبو الخير محمد ابن الشيخ المقري، ويذكرون أن تيمور لينك هذا تيمور لينك هذا الحاكم الظالم هذا استشار بعضهم، يعني قال له يعني ملوك بني العباس كانوا يتلقبون المنصور المهدي المعتصم المتوكل وكذا المتوكل بالله الواثق بالله نعم المتوكل على الله المستعين بالله. فتيمور ما عرف تيمور لينك ظالم كان، فيقول واحد يعني لو المتوكل على الله المستعين بالله أنا إيش تختار لي من لقب؟ قالوا نعوذ بالله. طبعاً. قال شمس الدين أبو الخير محمد بن الشيخ المقري المرحوم زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي. شمس الدين أبو الخير محمد، إذا السخاوي اسمه ماذا؟ محمد بن الشيخ المقري المرحوم، المرحوم زين الدين عبد الرحمن. هذه اللفظة المرحوم هل يجوز إطلاقها؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، وقالوا هذا كما يقول أبو بطين، أبو بطين رحمه الله عليه يقول الله يرحمه، نقول هكذا فلان الله يرحمه لأنه لا يدري ما حاله. نعم. أما العلامة بن عثيمين رحمه الله فيقول لا بأس بها. العلامة بن عثيمين لا لا المرحوم أي نعم رحمه الله الله يرحمه واحد، لكن العلامة بن عثيمين يقول، العلامة بن عثيمين يقول لا بأس بها، قال لأن قولهم المرحوم من باب التفاؤل والرجاء، لأن قولهم المرحوم من باب التفاؤل والرجاء وليس من باب الخبر، وليس من باب الخبر،
قالوا إذا كان من باب التفاؤل والرجاء فلا بأس به، فلا بأس به. واضح؟ فلما نقول يعني المرحوم، وقصد بذلك ماذا؟ التفاؤل أن يكون مرحوما والدعاء له بهذا إن شاء الله لا بأس. أما إذا قصد الخبر فهذا شيء إيش؟ لا يعلمه إلا الله، ما يدري أنه مرحوم أو غير مرحوم. طيب تحب نواصل على هكذا نقرأ في المقدمة من عندك شيء ولا نمشي على طول؟ ها؟ نقرأ على طول؟ طيب تفضل. بسم الله. يلا طيب يلا انا متشبهين نصدق. قال السخاوي القاهري الشافعي ادام الله النفع بعلومه امين الحمد لله وكفى. والسخاوي ولد 31 و800 وتوفي 902. السخاوي عبد الرحمن بن محمد ولد 31 و800 وتوفي 902. 902 هجرية. والسخاوي طبعا سخاوي رحمة الله عليه يعتبر من أئمة الحديث، وله مؤلفات كثيرة جدا تبلغ، قالوا مؤلفاته أكثر من 400 مجلد، لكن من أنفع كتبه فتح المغيث شرح ألفية الحديث. من أنفع كتب السخاوي فتح المغيث شرح ألفية الحديث. هذا الكتاب قالوا فيه لا يعلم في هذا الفن أجمع منه ولا أكثر تحقيقا لمن تدبره، وحقيقة يعني هو كما ذكر يعني كما ذكر أنه كتاب عظيم جدا كتاب فتح المغيث، والطالب إذا ترقى في علم المصطلح وفتح الله عليه فيه وقرأ هذا الكتاب يخرج بفائدة عظيمة جدا جدا. هو مطبوع الآن طبعة طيبة محققة بتحقيق الشيخ الخضير وآخر، وعليها تعليقات مفيدة نافعة. فطالب العلم إذا فتح الله عليه طيب أنه يقرأ في هذا الكتاب. وهكذا أيضا له كتاب الغاية في شرح الهداية منظومة للجزري في مصطلح الحديث أيضا طيب. وهكذا أيضا له كتاب صدر يعني طبع أخيرا ومؤخرا، وهو شرح التقريب، تقريب النووي تقريب. طبعا مشهور أن التقريب للنووي ليس له شرح إيش تدريب الراوي السيوطي، فخرج الآن مؤخرا شرح السخاوي مطبوع في مجلد طبعة طيبة مفيدة وكلام نافع مفيد ونكت يحتاج إليها طالب العلم في هذا الفن. عموما يعني مؤلفات السخاوي في مصطلح الحديث سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا يستغني عنها طالب علم الحديث، لا يستغني. نعم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد وبعد طبعا السنة أن يقول إيش؟ أما بعد السنة أن يقال أما بعد. وأما كلمة وبعد فهذه إنما سمعت من المتأخرين، سمعت من المتأخرين. وإن كان الزرقاني، الزرقاني في شرح المواهب يقول إن الواو تقوم مقام أما. الزرقاني في شرح المواهب تقول يقول إن الواو تقوم مقام أما، أما بعد. لكن السنة أن نقول إيش؟ أما بعد. جاء فيها 30 حديث أنه يقول عليه السلام أما بعد. فنحتاج إلى، ومن الخطأ أن بعضهم تجد في الخطبة أو في كذا في أول ما يبدأ يقول ثم أما بعد، ثم أما بعد، ثم ما نحتاج إليها، لأن أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، فما تحتاج ثم. نعم إذا أردت أن تذكر بعد ذلك انتقلت إلى أسلوب آخر واحتجت أن تأتي بأما بعد مرة أخرى لا بأس أن تقول إيش ثم أما بعد. نعم. أما بعدنا السنة. نعم. فهذا تعليق لطيف على التذكرة التي أشير فيها لكثير من أنواع علوم الحديث، وأنبأني بها أستاذي إمام الأئمة أبو الفضل ابن حجر عن مؤلفها. طبعا الحافظ ابن حجر صاحب المؤلفات النافعة والتحكات المفيدة يعتبر شيخ السخاوي، بل هو يعتبر أجل شيخ للسخاوي. السخاوي مشايخه بلغوا أيضا أكثر من 400 مشايخه، أجل الشيخ له ابن حجر، وأكثرهم تأثيرا فيه، وأكثرهم تأثيرا فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله. عن مؤلفها السراج أبي حفص، لأننا قلنا أن ابن حجر يعتبر من تلاميذ من؟ ابن المبقي صاحب التذكرة. حجر لقب ولا إيش هو؟ لا اسمه
نعم. عن مؤلفها السراج أبي حفص عمر بن أبي الحسن الأنصاري الشافعي ابن النحوي الشهير بابن الملقب. يعني الصحاوي الآن ما بينه وبين المؤلف إلا كم واحد فقط إلا هو ابن حجر. والاعتناء بأسانيد الكتب مهم جدا، مهم جدا. يعني أعتقد يعني الواحد يذكر إسناده إلى مؤلف الكتاب حتى يعني يتحقق أن هذا الكتاب بالفعل لهذا المؤلف، لأنه قد توارد السماع من هذا الشيخ إلى طلابه إلى طلاب طلابه إلى طلاب طلابه وهكذا. نعم. رحمهم الله ونفعنا ببركاتهما. ونفعنا ببركاتهما، هل يجوز أن نقول نفعنا الله ببركة فلان؟ نقول إذا أرد إذا قصد بركة الذات ما تجوز، أما إذا قصد يا أبا الحسن بركة العلم ها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أي نعم، إذا قصد بركة الذات، بركة الذات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن بركة العلم والعمل تجوز. أي نعم، تجوز إضافته إلى الخير. فإذا قال مثلا هذا من بركة فلان علينا، عالم من العلماء نفع الله به في مكان من الأماكن، فيقال هذا من بركة فلان وأردنا بركة علمه، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما هذه بأول بركاتكم ها يا آل أبي بكر. حديث عائشة عند أبي داود: فما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية. نعم، فإذا كان المراد بالبركة بركة العلم والعمل هذا إن شاء الله تجوز. تجوز سألت فيه وأنا بمكة في أثناء سنة 900. سئلت فيه وأنا بمكة في أثناء سنة 900. ناسبت به في الإشارة المتن معتمدا في المتن نسخة بخط الحافظ الجمال بن ظهيرة ابن ظهيرة. الجمال بخط الجمال بن ظهيرة. إيش استفيد من الجمال؟ الجمال بن ظهيرة أنه جمال الدين كما ظن السراج بن الملقن، نعم، النور الهيثمي، هنا الجمال بن ظهيرة ومحمد بن عبد الله بن ظهيرة تلميذ بن الملقن، محمد بن عبد الله بن ظهيرة القرشي تفقه ابن الملقن وانتفع به، يلقب بعالم الحجاز هذا لأنه كان من أهل مكة وكان إمام الحرم فيها وله ترجمة في الضوء اللامع للسخاوي. نعم. قرأ فيها على مؤلفها في رمضان سنة 77 بالناصرية من القاهرة. الناصرية هذه إيش المدرسة؟ مدرسة الناصرية. هنا يعني نبه الملحظ يعني من باب التنبيه فقط، يقول إيش قرأ فيها على مؤلفها في رمضان، يعني فيها أن العلم كانوا أيضا في رمضان ماذا؟ ربما كانوا يدرسون الكتب ويقرؤونها ويحضرون مجالس العلم والفقه، فهذا يعني حاصل. صحيح أن كثير منهم كان يحب في رمضان أن يكون متفرغا لماذا؟ للقرآن، لكن مع ذلك كم من كتب جاء فيها أن السماع عندما يؤرخ في آخر الكتاب أنه كان سماعه في رمضان سنة كذا في رمضان سنة كذا، وهذا كثير جدا في الكتب. ووصف القارئ بالشيخ العالم الفاضل جمال الإسلام نفع الله تعالى به سائلا من الله الانتفاع به إنه القادر على كل شيء. نعم. الله أحمد على نعمائه. هذا كلام من؟ ابن ملقن. الله أحمد على نعمائه، قدم المعمول على العامل ها، وهذا يفيد قلنا إيش؟ الحصر، يفيد الحصر والاختصاص. الله أحمد كما في قوله إياك نعبد، فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، كأنه قال ماذا؟ لا أحمد إلا الله جل جلاله. نعم. وتقدم علينا أن الحمد هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. نعم. الله أحمد على نعمائه. الله أحمد على نعمائه الجمة، على نعمائه الجمة المترادفة المسلسلة. الله أحمد على نعمائه، جمع النعماء هنا لكثرتها، والنعماء جمع نعمة، النعماء جمع نعمة والجمع هنا للتكثير. نعم. الجمة المترادفة، نعم، المسلسلة. نعم، ما شاء الله. ولاحظ هنا معي أنه قال إيش؟ الله أحمد على نعمائه
يقول السخاوي القمة المترادفة المسلسلة، وأشكره على آلائه أي نعم الوافرة المتصلة. هذا في براعة استهلال، لأنه ذكر ماذا؟ المسلسلة، والمسلسل يعتبر نوع من أنواع الحديث. المتصلة والمتصل نوع من أنواع، وبراعة الاستهلال تعتبر كما قلنا إيش؟ من بلاغة المؤلف. بل ذكروا أن هذه من آداب الكتابة، من آداب الكتابة التي ينبغي على الكاتب لكتاب معين أن يعتني بها في البداية، أن يعتني بذكر ماذا؟ براعة الاستهلال. براعة الاستهلال أن يذكر في بداية كلامه ما يدل على مقصوده، ما يدل على مقصوده. فمثل هذا الآن المسلسلة المتصلة يدل على هذا، مثل واحد لو يريد أن يألف النحو فيقول الحمد لله رافع الطائعين بطاعته خافض العاصين بمعصيته. إيش نستفيد من رافع خافض؟ أنه يريد أن يتكلم ماذا؟ أما يتعلق بعلمنا، فهذا يسمى براعة الاستهلال. نعم. وأشكره على آلائه أي نعمه الوافرة المتصلة التي جعل من فكاكها أكد بالتعبير عنها، كما أتى بالشكر بعد الحمد الذي لا يكون منا إلا شكرا، وإن فرق بأن وإن فرق بأن النعماء ما ظهر والآلاء ما بطن. يعني يريد أن يبين أن الحمد لله على نعمائه، ثم أتى بعد ذلك في ماذا؟ بالآلاء. النعماء والآلاء هما بمعنى ماذا؟ واحد. فهنا لماذا أتى بها؟ يقول أكد، هذا من باب التأكيد، ثم ينبه على أن من أهل العلم فرق بين النعماء والآلاء، بأن النعماء هي النعم الظاهرة، والآلاء هي النعم ماذا؟ والآلاء هي النعم الباطنة. وتقدم علينا فيما مضى أن الحمد يكون على النعمة وغيرها، وأن الشكر لا يكون إلا على النعمة فقط، وأن الحمد يكون بالقلب واللسان، وأن الشكر يكون ماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح. فالحمد أعم من حيث السبب، والشكر أعم من حيث الآلة. هذا قد تقدم في غير هذا الكتاب. نعم. وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله، يقول السخاوي من الصحابة والذرية والقرابة وسائر مقتفيه. والآل ذكروا فيها أربع أقوال. القول الأول أن المراد بالآل هم الذين تحرم عليهم الصدقة، أن الآل هم الذين تحرم عليهم الصدقة. والقول الثاني أن الآل هم ذريته وأزواجه. القول الثالث أن المراد بالآل أتباعه على دينه. القول الرابع أن المراد بالآل الأتقياء من أمته. كم صار عندنا من الأقوال؟ أربع أقوال. الأول إيش؟ الذين حرمت عليهم الصدقة. والثاني ذريته وأزواجه. طيب، القول الثالث أتباع على دينه، والرابع كم من أمته؟ ابن القيم يقول وأتباع الأتقياء من أمته. ابن القيم يقول والقول الأول قوي إليه الثاني، يعني في القوة. ثم قالوا أما القولان الأخيران ضعيفان، طيب نستفي بها إن شاء الله هذا بإذن الله، ندخل في الكتاب بإذن الله. على دينه. Thank you.